السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرة أخرى إن شاء الله. اليوم إن شاء الله اليوم نصور من طلب من طلباتكم، هنصور من الغزة زي ما انتم شايفين. احنا الآن في الغزة إلى طريق السيل اللي هو المؤدي إلى الطائف. المسافة حقيقة طويلة طويلة، ف ما بعرف البرنامج المونتاج عندي تسريع هذا تسريع اللقطات حيكون من آخر مرة جربته. المهم طيب كويس. المهم نحن الآن شيء يسارنا مسجد الجن، خلفنا الحرم، هذا كوبري الحجون، يسارنا المعلاة القبور. الآن الجعفرية وأسواق الجعفرية على الجهة اليسرى. يعني من هذه النقطة تقريبا إلى الحرم نصف ساعة مشي. الجميزة، حي الجميزة. هنكون مستمرين زي ما انتم شايفين. الآن الطريق زي ما انتم يعني كما هو واضح انقسم إلى قسمين، نأخذ القسم الأيمن أو الجهة اليمنى أو الاتجاه الأيمن. يعني هذا قصر الملك سعود على الجهة اليمنى، الملاوي، مدخل الملاوي. طبعا الإشارة خضرت، الإشارة الضوئية أصبحت خضراء. نستمر على طول زي ما قلنا. الآن نحن في طريقنا إلى من الحرم إلى الشرايع. الآن في المعابدة، الطريق يعني قسمين فرعين، ناخذ النفق. خرجنا من الانفاق الى، شوف مكتوب ايش طريق السير، شايف؟ الى يعني نستمر على طول، نستمر على طول. تحت الكوبري هذا والجسر هذا حي شارع الحج. ناخذ الهواء الايسر وليس الايمن. واضح انه في تحويله، لانه نفس الطريق اللي جيت فيه من صورته بالفيديو من الشرايع الى الحرم. ما اعرف دحين نشوف، الله اعلم. عاد طبعا هو المفروض اذا ما فيش تحويله على طول على طول خلاص. الان نشوف، الله اعلم. يعني انت عاد الشخص المهتم حسب يعني حسب الظروف. شوف لو ما كان في هذه التحويله حيكون على طول فوق الكوبري. يعني هذا الكوبري طبعا اللي هو الاتجاه القادم، لكن هو بسبب الانشاءات في المسار الاخر حولوا الطريق الى طريق السيارات الى هذا الاتجاه. طيب طبعا احنا في حي جبل النور.
طبعا ل شو اسمه خلينا فين جبل. شوف هذا جبل النور. مستمر هو يظهر يعني التقاء الطريق، يعني كأننا الآن يعني فيما لو جيت وانتهى الطريق هذا هتكون هكذا، احنا كأننا الآن طلعنا الكوبري او الجسر في الاتجاه الصحيح وكأننا الآن اصبحنا هنا هكذا، يعني لو ما فيش التحويل، اذا لم تكن موجودة التحويل خلاص من الآن إلى مستقيم. الآن أنت في طريق الشرائع يعني. الآن أنت في طريق الشرائع، عندك استقامة واحدة إلى طريق السيل. شوف اللوحة، الآن في تحويلة بسبب الكوبري هذا. بعض التعليقات تقول ليش تقول كوبري، قول جسر. طيب جسر رجعنا لنفس الطريق نفس اتجاهنا ونفس خطنا. لو استمرينا على طول خلاص هذا هو طريق السيل والطائف. بالنسبة ل يعني ما شاء الله تبارك الله في طلبات بتيجي في المشاركات كثير، ان شاء الله شويه شويه انا حصورها والبي لكم طلباتكم ان شاء الله شويه شويه، بس انا يعني انسان انا مش متفرغ يعني بشكل كامل، لذلك عندي الوقت له حدود، الوقت يعني عندي محدود. الامر الاخر يعني يعني ما يحزن يعني شيء يحزن انه حتى الشخص اللي طلب الطلب وتم التصوير ما يعمل لايك، حتى هو ما يعمل لايك، سبحان الله. فما اعرف ايش اقول غير سامحكم الله. العموم بالنسبة للي طلبوا الطلب هذا والاخ اللي طلب الطلب هذا، تستمر بشكل مستقيم خلاص بيكون امامك طريق السيل، يعني ما فيش اي مشاكل خالص. تلاقي مكتوب اتجاه طائف. عموما ان شاء الله يكون كده واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.